بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء، على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يحتفل العالم في شهر دجنبر من كل عام بذكرى أخرى من الذكريات المهمة. بعد أن حدثتكم في الخطبة الماضية عن مسألة حقوق الإنسان، هنالك مناسبة أخرى يحتفي بها العالم منذ ما يقرب من 30 عاما، من 92 من القرن الماضي. قرر الناس أن يذكروا كل عام أو يذكروا بموضوع حقوق المعوقين. المعوقون هم أناس أصيبوا بعاهات، لديهم مشكلات، إما مشكلات صحية وإما مشكلات عقلية تمنعهم من أن يعيشوا الحياة كما يعيشها الأسوياء أو كما يعيشها الناس الآخرون. فهؤلاء منهم من أصيب بعاهة في جارحة من جوارحه، في يد أو رجل أو عين أو ما إلى ذلك. هؤلاء يذكرهم الناس خلال هذه المناسبات. ولنا في المغرب يوم وطني في شهر مارس من كل عام نتحدث عن هذه الفئة أيضا، ولا بأس أن يتكرر الحديث عن مثل هذه الفئات، لأن القرآن أشار بل صرح بضرورة الاهتمام بالمستضعفين عموما، في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالقرآن يصرح بأن من مقاصد الشريعة أنها جاءت ليس من أجل حماية المستضعفين فقط، ولا من أجل حفظ حقوقهم فقط، وإنما من أجل الدفع بهم ومساعدتهم إلى أن يصيروا قادة، إلى أن يصيروا من الرواد في المجتمع. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الأئمة جمع إمام، أي أن نجعلهم قادة يقودون، وليس فقط أن يكونوا تابعين أو أن يكونوا أذلة يعيشون على صدقات الآخرين. من أجل هذا المعنى وهذا المقصد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بدعم هؤلاء دعما كبيرا، بدعمهم دعما نفسيا من خلال ما يعرف عندنا بالقضاء والقدر، من خلال
أن يعتبر الإنسان نفسه إنساناً عادياً حتى لو كان مصاباً بإصابة معينة، بحيث يعتبر أنه يؤجر على ذلك. هي إصابة تصيب المسلم وغير المسلم، لكن المسلم عندما يعتقد أنه مأجور على الإصابة التي يصاب بها أو على الإعاقة التي تكون لديه، فإن هذا يهون من حالته النفسية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله عز وجل: إذا أصبت عبدي في حبيبتيه فصبر عوضته الجنة. الحبيبتان أي العينان، أي عندما يعاني المسلم الإنسان عندما يعاني من هذه الحالة، من حالة العمى أي فقد البصر، ويصبر على ذلك ويحتسب ويحاول أن يستغل ما أكرمه الله به من جوارح أخرى وما أودعه فيه من طاقات كامنة أخرى، فإن الله تعالى يعوضه بذلك الجنة. لا شك أن هذا الوعد الإلهي لهذا المسلم يعطيه دعماً نفسياً، يعطيه دعماً معنوياً، بدل إنسان آخر قد يصاب بالإصابة نفسها ولكن نتيجة لعدم الرضا بالقضاء والقدر، ونتيجة للتسخط على هذا الأمر، فإنه يعاني ضنكاً ويعاني ضيقاً، وربما فكر في أن ينسحب من هذه الحياة بطريقة أو بأخرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لكن في الوقت نفسه فإن الإسلام يدفع في اتجاه منع الإعاقة قدر المستطاع، لأننا في بعض الأحيان نسهم في صنع الإعاقة. عندما ترى حوادث المرور في الطرقات، عندما ترى الناس بدل أن يلجأوا إلى العلاجات التي شرعها الله عز وجل من عند الأطباء والخبراء في الميدان، ترى الناس بدلاً من ذلك يلجؤون إلى الدجل، ويلجؤون إلى الشعوذة، ويلجؤون إلى الكهانة، وبدل أن يعالجوا أمراضهم، وبدل أن يحموا ذواتهم وأنفسهم التي أودعها الله عز وجل أمانة عندهم، يصنعون لك الإعاقة فتصير الإعاقة مضاعفة. فنصنع الإعاقة من خلال الحوادث، ومن خلال الجرائم التي تقع، ومن خلال عدم الاحتياطات التي فرض الله عز وجل أخذها. تجد إنساناً يشتغل في بناء مثلاً، أو يشتغل في يعني بئر للمعادن أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يتخذ من الاحتياطات ما يكفي، مع أن الشرع يوجه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة. فتجد الناس يفعلون أشياء من هذا القبيل فيصنعون الإعاقة مرة أخرى. وفي مسألة العلاج أيضا، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، عندما تجد الناس يتركون الأطباء والخبراء الذين درسوا سنين عديدة ولديهم من التجربة في العلاج سنين أخرى، ولكنهم يلجؤون إلى المشعوذين وإلى الدجالين. وصارت أمتنا للأسف بقدر ما يرتقي العلم وبقدر ما يتطور الطب، بقدر ما تتخلف العقول، وبقدر ما يتراجع الناس في أفكارهم، فتجدهم يقصدون المشعوذين والدجالين. وبعض هؤلاء يضعون عنوانا باعتبار أنهم رقاه، راقي شرعي. ليس عندنا مهنة في التاريخ الإسلامي كله عبر 14 قرنا ما كان عندنا مهنة تسمى مهنة راقي شرعي، أبداً أبداً ما كانت عبر التاريخ. ولكن رأى الناس اليوم بعض المحتالين، هذا نوع من النصب والاحتيال، بعض النصابين والمحتالين رأوا أنها باب من أبواب الرزق، وأنها تدر أرباحاً طائلة، وأن عدداً كبيراً من الناس أصيبوا بوسوسات وأصيبوا بأوهام
وأصيبوا بأمراض نفسية، بدل أن ينصح الناس بأن يلجأوا إلى الطب النفسي، وأن ينصح الناس في تطوير هذا الطب وفي اقتحام الشباب لهذا الطب من أجل معالجة الناس، فإن هؤلاء استغلوا الفرصة وفتحوا محلات أحيانا سرية وأحيانا علنية للأسف، ويزعمون أنهم يرقون الناس ويلصقون ذلك بالشرع. الشرع لم يأذن في ذلك أبدا، الشرع لم يسمح للناس بأن يكون لديهم مهنة تسمى مهنة راقي شرعي. ما الرقية الشرعية أيها الإخوة؟ الرقية في حقيقتها هي عبارة عن دعاء، ليست دواء أبدا، ليست علاجا. والله يعني هذا الموضوع عندما يبتعد عنه الإنسان يشعر وكأنه أمر انتهى واختفى مع الزمن، لكن عندما يسأل الإنسان في الواقع وخصوصا في مجال النساء تجد وكأن الجميع مصاب، وكأن الجميع محتاج إلى أن يعالج، ثم ينطلق الناس كل من هب ودب يشارك في هذا ويفتح هذا محلا وهذا محلا، وهذا يزعم أنه يعالج الناس، ثم بعد ذلك نسمع عن الكوارث، أن هذا باسم الرقية يمارس البغاء والدعارة، وهذا باسم الرقية يمارس النصب والاحتيال، وهذا باسم الرقية. لم تكن أبدا مهنة من المهن، ولا كانت أبدا يفتح لها محل من أجل المعالجة، ولا من أجل أن يتخصص لها إنسان، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدعوا لبعضهم البعض، فكان عندما يرى ابنه مثلا حتى بدون أن يصاب بشيء يرقيه. ما معنى يرقيه؟ أن يدعو الله أن يحفظه، فيقرأ آيات من القرآن أو بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخصص لهم أحدا من أجل زيارته للرقية. ما ثبت هذا في السنة؟ الذي ثبت، انتبهوا لهذا جيدا، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص للناس الأطباء لزيارتهم. عندما مرض أحد أصحابه قال له عليك بالحارث بن كلدة، فإنه رجل يتطبب، أي معروف بالطب متخصص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يقصده من أجل أن يعالج. لكن لتخلفنا عن ديننا، نحن متخلفون عن ديننا، ديننا في مسافة بعيدة جدا في كل المجالات، لكن عندما يتخلف المسلمون عن دينهم، عندما لا يتعلمون شرع ربهم، فإنك تسمع بالعجب العجاب، فهذا يتخلف تخلفا عقليا، بحيث تجده يقصد السحرة والدجالين والمشعوذين باسم الرقية أو غير الرقية، وهذا يقتل ويسفك الدماء المعصومة التي حرم الله عز وجل إزهاقها بغير وجه حق، وهذا يجرم جريمة هنا وهذا يجرم جريمة هناك، والإسلام بريء من كل ذلك. الحل أيها الإخوة هو أن نعود إلى شريعة ربنا الحقيقية، الحل هو أن ننشر الشريعة الإسلامية والثقافة الشرعية الحقيقية في الناس، أن نعلم الناس ما هو شرعي وما هو غير شرعي، لأن الناس عندما يجدون الثقافة الشرعية مبتعدة أو مبعدة عن المجتمع فإنهم يحاولون نشر أهوائهم ونشر ما يؤمنون به من خرافات وخزعبلات ومن جهالة، فيجهلون المجتمع معهم. لذلك ديننا ينصح من أجل تجنب الإعاقة بأن نحاول أن نعالج. الأطباء متوافرون والحمد لله، والأدوية متوافرة، وكن على يقين أن ما عجز الطبيب المختص عن علاجه لا ينفع فيه دجال ولا مشعوذ أبدا، لا ينفع فيه. فوجب أن يكون يقين المسلم قويا وأن يتعالج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه الدواء، إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء فتداووا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتداوي فيقول تداووا، ولم يأمر الناس بأن يتبعوا هذا الذي شاع الآن باسم الرقية أو الرقية الشرعية أو غير الشرعية.
إنما يمكن لأي مسلم أن يقرأ القرآن أو يدعو مع أولاده أو أسرته أو زوجه أو أهله، هذا ممكن لأي إنسان مسلم، وليس أن تقصد شخصا بعينه فلان أو علان من أجل أن يقوم لك برقية، وهي في الحقيقة استنزاف ونصب على أموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل. ثم في مسألة الإعاقة أيها الإخوة، من توجيهات شريعتنا الإسلامية أنه لابد أن يعطى هؤلاء المصابون أو هؤلاء الذين يعانون من إعاقات معينة، لابد أن تكون لهم امتيازات. الشريعة الإسلامية تؤصل لهذا الأمر أن يكون لهؤلاء امتيازات، لأن الذي فقد بصره مثلا لا يمكنه أن يقوم بمجموعة من الأعمال، لا يمكنه أن يكون بناء، لا يمكنه أن يكون نجارا ولا حدادا ولا في معظم المهن والحرف، ولذلك وجب أن يعطى فرصة أكبر من غيره من الآخرين من أجل أن يلج العمل الذي يلائمه والعمل الذي يناسبه، بحيث إن لدينا دليلا قويا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية هذا التمييز الإيجابي، لأنه ليس من العدل أن تدفع بالمعوقين لأن يشاركوا في مباريات التوظيف كما يشارك جميع المواطنين، هذا ليس عدلا أبدا. فيه مساواة نعم، لكن المساواة أحيانا لا تحقق العدالة، فالمساواة هنا غير مقبولة، إنما المطلوب هنا تمييز إيجابي، أي إتاحة فرصة أكبر له في أن يشتغل في عمل يلائم وضعه، قد يكون أعرج، وربما قد يكون أصيب ربما بشلل لا يستطيع الحركة، ومع ذلك قد يكون له من المؤهلات ما يسمح له بأن يشتغل في مجال من المجالات، في مكتب للإجابة على الهواتف مثلا، أو في إدارة من الإدارات، أو في عمل من الأعمال. وما كانت الإعاقة تمنع علماء المسلمين من العمل، فعبر تاريخ المسلمين عندنا من كان يسمى الأعرج، وفي من شيوخ الإمام مالك في سنده كما هو معروف، ومن الصحابة من كان كذلك، عمرو بن الجموح، ومنهم من كان أعمى كابن أم مكتوم وكابن عباس في آخر حياته، ولكنهم لم يكونوا مقصيين أبدا ولا أقصوا أنفسهم من الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون لهؤلاء امتياز من أجل أن يشتغلوا بكرامة، من أجل أن لا يعيشوا فقط على صدقات الناس، ولذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم الأعمى في وظيفة تلائمه، فهو يستطيع أن يؤذن، والأذان لا يحتاج إلى عينين، إنما يمكن أن يخبره أحدهم بأن وقت الصلاة قد حان فيمكنه أن يؤذن، بل كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنه عندما يغيب عن المدينة، عندما كان يخرج كان ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسيير شؤون المدينة إلى أن يعود، وهذه لفتة كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل نائبا عنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن في ذلك تكريما لهذا الرجل، ولأن في ذلك إشارة إلى المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بمثل هؤلاء الناس. في حضارتنا الإسلامية وفي تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بأناس ربما إعاقتهم قد تمنعهم من العمل مطلقا، لأن هنالك من المعوقين من يستطيع القيام ببعض الأعمال، فالشريعة توجه إلى ضرورة الاهتمام به وإعطائه العمل المناسب أو الملائم، لكن بعضهم قد لا يستطيع العمل، فأول شيء فعلته الشريعة أن يعفوا من بعض الالتزامات، إعفاء من بعض الالتزامات التي يلتزم بها الآخرون. اقرأوا ذلك في القرآن الكريم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس عليه حرج، أي لا ينبغي أن يتأثر ولا ينبغي أن يكلف بأداء بعض التكاليف التي قد تكون واجبة على الآخرين
وقد يعاقبون إذا هم تركوها، لكن هذا ينبغي أن يعطى له هذا التمييز الإيجابي بحيث لا يكلف بمجموعة من التكاليف التي يكلف بها الآخرون. وهذا توجيه مهم جدا في حق هذه الفئة، إعفاءات معينة من أجل أن يعيشوا الكرامة. قد يكون الإنسان مصابا بداء أو بمرض يمنعه من العمل، لا يستطيع معه أي عمل. كانت بعض الثقافات البائدة وإلى عهد قريب ترى أن الإنسان الذي لا يمكنه أن يشتغل لا يصلح للحياة، هكذا كانت ترى، لكن الإسلام عنده نظرة أخرى. ولذلك من رواسب هذه النظرة أنك تجد البعض يتحدث الآن عن الإجهاض بمبرر الإعاقة، فيقول إن الطبيب قال له بأن الجنين فيه نوع من التشوه، قد يولد أعمى أو قد يولد أعرج أو قد يولد شيئا من هذا القبيل، فيتساءل الناس عن حكم الإجهاض. هذه من رواسب الجاهلية، هذا من رواسب هذا الفكر الذي يرى أنه ليس من حق المعوق أن يعيش، إنما الإسلام يرى أن من حق هذا الإنسان أن يحيا ومن حقه أن يعيش، ولست أشفق عليه من خالقه، لأن الله عز وجل إذا أراد لشخص أن يعيش فليس من حق أن يمنعه، ليس لأحد الحق في أن يمنعه من الحياة. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقه إلى الشام بجماعة من الناس كان قد حكم عليهم بأن يبقوا تحت الشمس، كانوا مصابين بجذام بنوع من الأمراض الجلدية، وكانوا يؤمرون بأن يبقوا يعني في حالة بعيدة عن الأسوياء من باب تجنب العدوى أو شيء من هذا، لكنهم في حالة من الهوان وفي حالة من الضعف وعدم الرعاية. الناس اليوم يتحدثون عن الرعاية الصحية، اقرأوا عن الرعاية الصحية في روائع حضارتنا لمصطفى السباعي عليه رحمة الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن هؤلاء فقال ما شأن هؤلاء تحت الشمس هكذا، هذه طريقة من العلاج؟ فقيل له إنهم مصابون بكذا وكذا، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يتكفل من مال الدولة، أي من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، بمعالجة هؤلاء، وبأن يجمعوا في مكان يليق بكرامتهم ويليق بحالهم، وأن يعطوا ما يستحقون من احتياجات. حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان له شأن آخر مع المعوقين. ما نتحدث عنه الآن وما نسمعه في أوروبا عن الرعاية الاجتماعية لأصحاب لذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح الأوروبيون، وهذا ينبغي أن يذكر، أحسن حالا من المسلمين الآن، لكن هل المشكل في شريعتنا التي وجهت، أو المشكل فينا نحن الذين لم نعرف شريعتنا ولم نطبق ما جاء من توجيهات شرعية فيها؟ المشكل فينا نحن. في أوروبا الآن يحدثونك عن المعوق الذي ربما تعطى أسرته دخلا بآلاف الدراهم، بمئات الأوروات، من أجل رعاية هذا المعوق، وتجد المعوق أحيانا يكون سببا في الإنفاق على أسرته، لكن في عالم المسلمين لا تجد ذلك. ارجع إلى عمر بن عبد العزيز قبل 11 قرنا أو 12 لترى كيف أنه عين لكل أعمى قائدا، وعين لكل معوق، أي من لا يستطيع الحركة أو لا يستطيع القيام بشؤونه، خادما، وتدفع أجورهم من بيت مال المسلمين، تماما كما يقع الآن في أوروبا، تماما، بحيث عين، بل في أوروبا ما أعتقد أنهم يعينون قائدا لكل أعمى، ما أعتقد ذلك، قد يعطى منحة، لكن أن يعين له قائد، أي خادم خاص له أجرته يتقاضاها من أجل رعاية ذلك الأعمى، يقود به حيث يشاء، يذهب به إلى العمل إذا كان له عمل، أو للسياحة إذا أراد، أو للاستجمام، أو لأي جهة شاء. اقرأوا هذا في تاريخنا حتى لا يكذب علينا أحد، الرعاية الصحية عندنا كانت أحسن حالا مما هي عليه اليوم في كثير من بلاد المسلمين. عمر هكذا، عمر بن عبد العزيز عين لكل أعمى قائدا، ولكل
من لا يستطيع الحركة خادما تدفع أجورهم من بيت مال المسلمين. والوليد بن عبد الملك حتى إلى عهد في عهد الدولة الأموية دائما كانوا قد خصصوا مكتبا معينا يسمى سموه بيت المرضى، بيت المرضى كما ديوان أو ديوان المرضى، ديوان كما نقول اليوم وزارة أو مديرية خاصة بشؤون هؤلاء، كما يخصص الناس الآن وزارة الشؤون الاجتماعية أو شيء من هذا، لكنها خاصة بهؤلاء المعوقين من أجل خدمتهم ومن أجل رعايتهم ومن أجل الإحسان إلى من يحتاج إلى الإحسان منهم. ولكن من يستطيع أن يعيش بكرامته فالأولى أن يشتغل من أجل أن لا يشعر بمن أحد عليه، لأنه كما تعرفون الذي أصيب بإصابة معينة ترون أنه يشعر بنوع من التضايق عندما لا يستطيع أن يقوم بعمل من الأعمال، ويحاول أن يستغني عن الناس قدر المستطاع. فمن أجل ذلك إذا كان يستطيع عملا فليفعل، لأن نفسيته أحيانا تتأثر بسرعة فيحتاج الأمر إلى أن يعطى حقه ويعطى نصيبه من أجل أن يشتغل في العمل الذي يلائمه. أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع، وأسأل الله تعالى أن يرزق من ابتلي من هذه الابتلاءات الصبر الجميل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، من الإشارات التي أشار بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية وتأديب من ربه عز وجل في قضية المعوقين، وأختم بها، وهي مسألة مراعاة مشاعر هذه الفئة، لأن هؤلاء لديهم نفسية تتأثر بسرعة، شفافة إلى أقصى الحدود، يتأثر سريعا لو سمع شيئا أو تهكما أو إشارة قد لا تكون مقصودة. وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنه كان يتحدث إلى ابن أم مكتوم، وهو رجل يحبه حبا شديدا ومن خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه السلام وهو يتحدث إليه جاءه وفد من عتاة المعارضين المعاندين، فتركه عليه السلام وصار يتحدث إلى هؤلاء، وكأن ابن أم مكتوم أحس بشيء في نفسه. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، ولا قصد أن يهينه، ولا قصد أن يسكت عن الحديث معه، وإنما التفت إلى هؤلاء ليحدثهم ساعة من الزمان ثم ينصرفون ويعود إلى ابن أم مكتوم الذي كان ملازما له في مسجده. لكن مع ذلك نزل القرآن ليوجه هذا التوجيه الرائع جدا، وهو مراعاة نفسية هؤلاء. فقال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى أي هذا الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. أسلوب قوي في تأديب من؟ في تأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بحقوق الإنسان، والذي جاء برعاية المحتاجين ورعاية المكفوفين وكل هؤلاء. ومع ذلك نزل الوحي من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أجل في الحقيقة أن يعلم الأمة من بعده، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرقى الناس تعاملا مع هؤلاء، ليقول له: ما كان ينبغي لك أن تترك ابن أم مكتوم وتلتفت إلى هؤلاء، لأن هؤلاء قد يهتدون وقد لا يهتدون، أما هذا فقد جاءك يسعى وهو يخشى، أي هو مؤمن أصلا ويريد أن يزداد إيمانا، ويريد أن تتحدث إليه، يريد أن تواسيه، يريد أن تعلمه وأن تكلمه، فما كان لك أن تتركه وتتلهى بالحديث مع هؤلاء.
هذا التوجيه من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم المقصود الأساس به نحن، من أجل أن نراعي نفسيات هؤلاء، ومن أجل أن نحمي حقوقهم، ومن أجل أن ندفع في اتجاه رعاية مصالحهم وتحقيق الكرامة الإنسانية. لأن هؤلاء من يستطيع منهم أن يشتغل فإنه يتمنى ويرجو أن تتاح له الفرصة من أجل أن يشتغل في أي عمل يمكنه أن يقوم به، من أجل أن يكون له دخل يعيش به بكرامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الكرامة جميعا. نسأل الله تعالى أن يرزق الكرامة لجميع المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في أبداننا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نسألك أن تعافي المبتلين. اللهم عافي المبتلين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهن كالعادة بقضاء الأغراض وشفاء الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين عن المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واجمع صفوفهم ووحد كلمتهم على عمل الخير وخير العمل. اجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا بخير فأعنه ووفقه له يا رب العالمين، ومن أراده بسوء أو فتنة فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل اللهم دائرة السوء عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه. أله اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.